وسيادنا مرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم طارق. كيف ما العادة نتمنى كل شيء يكون بخير، كل شيء هو هذا، اموركم هانيه. خارج هذا النهار هذا غادي ندير واحد الفيديو خفيف ظريف. خارج انا والاليا عندي روكو، خارج انا والاليا هي كمان كمان سي هاي هي سي هاي وان سيت هاي كمان هي انا ما خارج راه فرحانه هي بالخرجه. هذا ما كان اخوت المهم الموضوع ديال هذا النهار هذا هو غادي نهضروا موضوع خفيف ظريف على بزاف المواضيع، على بزاف لي كومونتير اللي كيجيوني كيحسوني بلا انني انا كاين في الجنه وانني انا كاين في مكان اللي غادي يجي ليه بنادم وغادي العصا السحريه وغادي يولي لاباس عليه وعنده لامبورغيني وعنده فيراري وعنده الطوموبيل وعنده كذا وعنده فهاد الاحلام اخي المسلم واخي اختي المسلمه وما كايناش ما يعني ماشي منطقيه فهم يعني الا جيت لهاد البلاد اخي واختي عول انك غادي تخدم فهمت ما غاديش تجي كمان شنو good girl شفت واحد الكلب هي راه كنتو كتشوفو شفت واحد الكلبه بغات تمشي لعندها هي كتنبح عليها. المهم كما قلت لكم الخوت فراه ماشي كندا راه جنه وغادي العصا السحريه غادي تولي لاباس عليك و واحد خينا قال لي كان نحيي من هذا المنبر هذا مشيت لديك الجوطيه ديال سميتو ديال هنايا الجوطيات كيبيعوا فيها البالي يعني المستعمل ولكن مستعمل جديد يعني ماشي بحال ديال المغرب بصراحه. اش كدير هذا كي الزمان ماشي اوكي كمان good girl. سو الخوت قال لي في الكومنتير وعلي انت مشيت لكندا وحيد عليك هاد بوزبال ديال المغرب وكدا حاشاكم. قلت له هو انا نقول له انا في الكومنتير غادي نقول جاوبته في الكومنتير وغنجاوبو هنايا. السي يا اخي راه الا بغيت تشري امبرغيني ولا بغيت تشري فيراري كاع راه تقدر تشريها مستعمله. واش غادي نقول لك انا بوزبال واش غادي اي حاجه مستعمله يعني راه بنادم بوزبال. هاد العقليه هادي ما عمري سمعتها بصراحه، ما سمعتهاش من تحت حتى سمعتها من لي كومونتير ديال شي واحد مغربي تنحييه من هاد المنبر هذا. غير هو هاد العقليه راه ما كايناش هنايا فهمت. هنايا كي كاين فرص فهمت، كاين حاجه كتباع مثلا ب $200 يقدر يمشي يلقاها تما ب $50 ولا $40. وهاد $40 هادي باش نكونوا واضحين هاد الفرق بين الجديد مثلا والقديم غادي تلقاها تما جديده بنفس يعني ماشي قديمه صافي مشرشمه يعني صافي السلام عليكم خصها تلاح. لا تتلقاها جديده ولكن بثمن زويون. تتلقى كنديين باش نزيد نوضح لي الامور، راه كتلقى كنديين يا اخي ويا اختي كتلقاهم كيشريو من هذيك البلاصه. راه ماشي كلشي هنا في هذه البلاد هذه لاباس عليهم كما قلت لكم الخوت، راه ماشي كلشي لاباس عليهم هنايا. راه اللي يخدم غادي يعيش بخير باش نكونوا واضحين ونكونوا هونست مع بعضياتنا. ما نكذبوش وما نبيعوش لكم الاوهام ولا نقولوا لكم اوهام ولا الاشياء اللي كاينه راها كاينه، الاشياء اللي ما كايناش راها ما كايناش. ما غاديش نكذب عليكم ونكذب على راسي فهمت، هادشي واضح وباين. الا جيت لهاد البلاد هادي عرف بالله راه غادي تخدم، راه غادي تضرب تمارا. ما عندكش ديبلوم ما عندكش كذا راه ما غادي تخدم في ايتها لعبه، وايتها لعبه تقدر تكون ايتها لعبه. حيد من دماغك حق قال لا راه خصني نمشي لتما راه غادي نخدم خدمه نقيه وغادي نخدم كذا واوفيس ومكتب. حيد هاد الافكار من دماغك. ما عندكش ديبلوم ما عندك حتى شي حاجه ما عندك حتى شي اكسبيريونس راه غادي تخدم في ايتها لعبه، وهاد ايتها لعبه تقدر تعيشك بخير. راه ماشي قلت لك بلي راه انها ما غاديش تعيشك بخير ولكن راه غادي تضرب تمارا راه غادي تخدم. راه هذا هو الاساس على الجين تاع لهنا باش تحسن من مستوى ديال المعيشه ديالك. الا بغيت تحسن من المستوى ديال المعيشه ديالك يا اختي ويا اخي راه خاصك تضربها وليدي القرفي
راه هنا ناس 18 عام تيخرجوا للخدمه، 16 عام 17 عام الا ما كملش قرايته ولا ما بغاش يكمل قرايته راه تيخرج تيضرب الكرفي، راه ما كيتسناش مو با تعطيه. باش نكونوا واضحين هنا، راه ضربتي تماره راه غادي تعيش بخير، ما ضربتيش تماره راه غادي تبقى كيف ما انت في المغرب. كون هاني من هذه القضيه هذه وتقدر تولي كفس من المغرب، لان في المغرب على الاقل تتلقى الوالده ديالك والوالد ديالك عايشين بخير، معيشينك بخير هانيه، امورك واضحه، تيصبنوا لك حوايجك، ما تتخلص لك راه لا شي حاجه. هنا راه غادي تبقى غادي يبقاو تابعينكم مصاريف، راه عندك تابعك مصاريف، تابعك تابعك كرا، تابعك ضو ماء، تابعك الماء ما كيتخلصش ولكن الضو المون غاز. المهم تابعينك مصاريف، على كل حال غادي خصك انترنت، خصك كذا خصك كذا خصك بزاف ديال الحوايج، فكاع هادشي هذا راه مصاريف، راه شهريا راه غادي خصك تخلص واحد المونطو اللي ما هوش ساهل. وإلا ما خدمتيش راه ما غاديش دير هادشي هذا وما غاديش تعيش كيف ما انت باغي تعيش، يعني كيف ما انت عول انك تعيش، ما غاديش تعيش كيف ما حاب او لا كيف ما كنتي كتمنى انك تعيش. فبالتالي الاخوت راه اللي جا لهاد البلاد هادي راه عارف راسو بلي راه هادشي هذا من القلب، من القلب الخالص تنقولوا لكم، عارف راسك بلي راه غادي تخدم، راه غادي تضرب تماره اخي، راه ما غاديش تجي ونقول لك حكا لا راه غادي تجي لهنايا وغادي تولي لاباس عليك. حيد هاد الفكره من دماغك، راه ما كايناش هاد الهضره هادي، ما كاين حتى واحد اللي غادي يقول لك هاد الهضره هادي صحيحه في هاد البلاد هادي. هنا الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لكم في الدول المتقدمه بصفه عامه، وهي عند بنادم امال كثيره، يعني بزاف ديال الاوبورتونيتي باش يقدر يدير ويوصل لهداك الشيء اللي بغى. فهذه هي الايجابيه، اهم ايجابيه في هذه البلدان المتقدمه. ولكن باش توصل لهداك الشيء اللي باغي فما غاديش توصل ليه غير بالويلفير كما كندونوا الضمان الاجتماعي هنايا، تجي ما تخدم ما والو غادي تبقى قاعد ويعطوك هذاك المصروف ديال الشهر مثلا ولا شي حاجه بحال هكا، فراه ما عايشه ما حتى شي حاجه. انا كنصح اي واحد باغي يجي لهنايا ما يحاولش انه يشارك. انا ما عمري مشيت لهاد الويلفير هذا، باش تبقاو يعطوك هذاك المصروف الشهري ديالك تيبقاو تابعينك عليه، فهمت؟ فبالتالي من الاحسن ان بنادم الى جا لهاد البلاد هادي يحاول يخدم، يحاول يدير شي حاجه لراسو. هذا هو علاش جينا حنا لهنايا، وهذا هو جينا باش نعاونوا عائلتنا ونديروا شي حاجه لريوسنا. هذا ما كان وات اي دوين هي شي ما تشتي دير هذا، تاكل فيه وتاكل في هاد اللعيبه هذا. هي كمان ليتس جو. المهم الخوت، الحاجه الوحيده اللي نقدروا نتفاهموا عليها كاملين، وهي اي دوله متقدمه اللي كيجي ليها الناس من افريقيا ومن اي بلاد من اسيا، من يعني الدول الناميه كما كنقولوا، هنا راه كاين بزاف ديال الجنسيات، كاين هنود، كاين باكستان، كاين عرب، كاين تشاينيز، كاين بزاف ديال الجنسيات. المهم اي جنسيه كتخطر لك على بالك راه تقدر تلقاها هنا. فعلاش كيجيو لهنايا؟ باش يحسنوا المستوى ديال المعيشه ديال كما قلنا، يخدموا، كيجيو باش يخدموا هنايا، يعني يدعمينا. فبالتالي انت الا كانت عندك هذيك الفكره ديال انه غتجي لهنايا ويولي لاباس عليك بلا ما تبدل تجي مجهود، فحيد الفكره من دماغك، لان فكره غالطه 100%، فكره اخويا راه غالطه 100%. فالحاجه الوحيده اللي نقدر ننصحك بها هو تقدر دير ديبلوم، تقدر دير ديبلوم، تقدر تخدم على اللغه ديالك اللي هي اساس باش انك تقدر تخدم وتقدر دير شي حاجه هنا في هذه البلاد. جي عول على الخدمه، جي عول على انك تبني راسك براسك، لان كاين بنادم هنايا بدا من زيرو ولا لاباس عليه. فكاين بزاف الناس، ولكن كاين بزاف الناس اللي فقراء ما عندهمش، كاين بزاف الناس اللي ما عندهمش ديور، اغلبيه ديالهم تيكون عندهم مشكل ديال الدروغز، مشكل ديال المهم حماق شي شويه، المهم ماشي حماق حماق حماق، ولكن المهم دروغ اديك كما كيقولوا، المهم مبلين بالدروغز،
هذا هو المشكل، هذا هو اهم حاجه. الا كنتي باغي جاي لهنايا خصك تعول على انك تخدم وتتعاون مع مارين داركم، تعاون راسك باش تزيد لقدام، تقدر دير تولي لاباس عليك، ولكن راه بالخدمه ماشي بشي حاجه اخرى، فهمت؟ بالخدمه. هذا ما كان الخوت، فكان معكم خوكم طارق، نتمنى يكون عجبكم الفيديو. هذا كان ميساج خفيف ظريف للناس اللي مقبلين على الهجره الى كندا. تهلاو ليا فريوسكم، ونتشوفوا في فيديو جديد ان شاء الله. بيس لكم كاملين.